غاية القيام. سؤال يسأله الناس وقد تساءل عنه العلماء قبل الناس، ما الحكمة من هذا؟ نحن نعلم أن ربنا الحكيم سبحانه لا بد من أن يكون في كل أمر يأمر به أو في كل نهي ينهى عنه لا بد أن تكون فيه حكمة، هكذا الحكيم أفعاله كلها حكيمة، وليس في أفعاله شيء عبث، والعبث هو ما لا حكمة فيه. لكن أحيانا قد ينص على هذه الحكمة، ينص عليها نصا، وأحيانا قد لا ينص عليها ويترك الأمر لأفهام العلماء لأذهانهم يتبارون في استنباط الحكمة من الأمر، وهذا من الأمور التي فيها حكمة منصوص عليها وفيها حكم يتطلبها العلماء. أما حكمة المنصوص عليها فهي قول الله تعالى لعلكم تتقون، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لعل صيامكم يوصلكم إلى أن تكونوا من المتقين. قال العلماء كيف يبلغ بك صيامك إلى التقوى؟ نريد شيئا عمليا، شيئا نفهمه. قالوا هذا الصوم ربنا تعالى يقول إلا صوم فإنه لي، لماذا؟ لأن الصوم هذا لا يطلع عليه إلا الله، لا يمكن لأحد قط أن يشهد عليك بأنك صائم، كيف يعلموا أنك صائم؟ هذا شيء لا يعلمه إلا الله، حقيقة صومك شيء لا يطلع عليه إلا العليم الخبير سبحانه وتعالى. فما الذي يمنع الإنسان حينئذ هذا الصائم، ما الذي يمنعه من أن يأكل ويشرب؟ أنا أذكر مرة أنا صغير يعني حديث عهد بوجوب الصوم، وكان يوما شديد الحر، وكان يعني قبيل صلاة العصر، هذا يعني الظهيرة، فجلست في حديقة، كنت راجعا من المدرسة وجلست في حديقة استظل شيء استريح، وجلست أمام نافورة ماء فأرى الماء يتصاعد منها ويترقرق، إلى الآن ما زلت أرى هذه الصورة بين عيني، يعني ذاك الماء كان عندي أشهام من أشهام، أنتم اختاروا أشهام ماذا، يعني ما الآن هذا الصائم ما الذي يحجزه عن أن يذهب ويشرب شربة أو شربتين ولا يطلع عليه أحد؟ مراقبة الله، هذه المراقبة التي تمنعه من أن يشرب، تمنعه من أن يأكل وهو خال لا يطلع عليه أحد، وتمنعه من أن يفعل ما يريده وهو يقطع أنه ويجزم أنه لا يطلع عليه أحد، هذه المراقبة إذا كثرت منه في الشهر كله يرجى أن تصير له ملكة تتعدى إلى غير الصوم، فيصير مراقبا لله فيما يفعل وما يذر، يعني المحرمات لا يفعلها وإن قدر عليها، لا يعني لا ليس عليه إلا أن يمد يده ليأخذها، لكن ما الذي يمنعه يمد يده؟ أنه يراقب الله تعالى، فإذا صار هكذا صار متقيا.